بعد بداية ناجحة ومشرفة للأهلي في المونديال، كيف يفكر مارسيل كولر في الخطوة المقبلة؟ مواجهة بالتأكيد صعبة جدا مع فريق قوي، فريق عنيد، بطل الكونكاكاف هو فريق سياتل ساوندرز. نسمع آراء اثنين من كبار النجوم طبعا، المراقب والمحاضر الدولي وكابتن منتخب مصر والنادي الأهلي كابتن فتحي نصير. مساء الخير كابتن فتحي، وأهلا وسهلا بك. خير يا محمد، ومبروك طبعا على العرض الرائع والفوز اللي حققه النادي الأهلي في بداية مشواره في بطولة المونديال. مبروك لنا كلنا، مبروك لكل محبي النادي الأهلي ومشجعي النادي الأهلي وفي مصر وفي كل العالم. وطبعا نجم كبير، نجم الاهلي ونجم المنتخب مصر، وواحد الحقيقه من اللي انا بعتز جدا بتواجدهم معانا دايما على شاشه الاهلي، الكابتن الكبير ماهر همام. مساء الخير كابتن ماهر. مساء الخير يا احمد، اهلا بيك. سهرناكم بس كنا مستمتعين بالاهلي والزمالك النهارده، كان في ديربي طايره ورجاله الطايره شرفونا النهارده، عملوا نتيجه محترمه جدا. مكسب كبير ومبروك طبعا لفرقه الطايره، حاجه جميله. يعني الاهلي مش حارم جماهيره من حاجه، مونديال شغال، كره طايره شغال، مكاسب كل يوم. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك محمد. اهلا بيك كابتن ماهر. اهلا بيك كابتن فتحي. وعايز اقول لك يا ابو حميد، يمكن كابتن ماهر همام كمان من المدافعين اللي سطروا تاريخ. هل تتخيلوا مدافع ما خدش انذار طول حياته؟ يعني مبدا الفير بلاي مع مدافع في التحامات الكوره والتحامات المدافعين، ما يعني شابوه كابتن ماهر، ربنا يخليك. لا والمدافع الحقيقه دي بقى ملاحظتي انا الشخصيه، المدافع اللي اجمع عليه كل الاجيال انه مدافع يعني ما تكررش الحقيقه في تاريخ الكره المصريه كابتن ماهر. ده كرم ربنا عليا، خصوصا كمان معانا نجم من نجوم طبعا كابتن فتحي التدريب، طبعا يعني طبعا مش عايزين نكبره، استاذ يعني كبير طبعا، صاحب بصمه لا ومكتشف اللي فعلا مكتشف اساطير ونجوم طبعا. هو من معظم الجيل بتاعنا جيل السبعينات. يمكن الكابتن مصطفى السير رحمه الله عليه طبعا، والكابتن فتحي السير ليهم الفضل بشكل كبير جدا على معظم النجوم العمالقه اللي احنا شفناهم وسمعنا عنهم. طيب هتسمحوا لنا هينضم لنا بس من الولايات المتحده الامريكيه كابتن زكي عبد الفتاح، طبعا المدرب المصري الحقيقه اللي طبعا تولى مسؤوليه منتخب مصر قبل كده ومنتخب الولايات المتحده الامريكيه، عشان يمكن يكون هو اكتر حد ممكن يكلمنا على منافس الاهلي في مباراه السبت طبعا سياتل ساوندرز. وانا كنت خدت وعد منه على الهواء لو تجاوزنا عقبه اوكلاند سيتي يكون موجود معانا، وهو اوفى بوعد الحقيقه. يا كابتن زكي مساء الخير، صباح الخير، التوقيت عندكم اعتقد الصبح دلوقتي. نقول لك صباح الخير، اهلا وسهلا بيك. بعد الظهر هنا حوالي الساعه 3 دلوقتي. اهلا وسهلا كابتن زكي، اهلا وسهلا. انا الاول كده، ايه اليوم الحلو ده؟ ايه اليوم الحلو ده؟ وايه الناس الحلوه دي؟ يعني بقول لك فرصه طبعا، عايز الكابتن فتحي ده استاذي ومعلمي وانت عارف ومدربي، وده يعني ده اسطوره لكل الاجيال، وحرام حرام من يعني لحد دلوقتي ما استغلوش كمدرب صح في مصر بصراحه. وطبعا الكابتن ماهر طبعا ده زميل ملاعب بقى وكده، وياما لعبنا مع بعض، وده احسن زكي والله، احسن سنتر باك ربنا يكرمك يا شفته في مصر، ربنا فانت معاك اثنين عمالقه وشرف ليا ان انا اكون معاك. طبعا الله يخليك يا كابتن زكي، اهلا بيك. الحقيقه يا كابتن ماهر والله، الحقيقه يا كابتن فتحي، انت عارف يا كابتن فتحي يعني علاقتنا قد ايه، ويعني اقول لك علمتني كتير جدا جدا، واي حاجه انا اتعلمتها والله يعني اقول لك كابتن فتحي، خلال معسكرات منتخب الاولمبي ومنتخبات الناشئين اقسم بالله اللي كان بيعلموني انا ده اداني فعلا ده بذره الاحتراف. لما جيت هنا كان امور سهله لانه كان بيعلمني من زمان، لو انا كنت شفت كان هيبقى في مشكله، انما هو علمني وشفته معاه من الاول، فكان سهل عليا كتير قوي اول ما جيت امريكا. طيب خلينا طبعا كابتن فتحي صاحب بصمه على كتير من الاسماء وكتير من الاساطير والنجوم الكره في مصر، خليني ابدا معاك كلامنا على سياتل ساوندرز. واحنا يمكن اخر مره اتقابلنا كان قبل مواجهه اوكلاند سيتي، واتفقنا انه طبعا ان شاء الله لو ربنا وفقنا واكرمنا وقد كان وتجاوزنا عقبه اوكلاند سيتي هيكون لنا لقاء تكلمنا فيه اكتر عن سياتل ساوندرز، عن الظروف اللي بيمر بيها الفريق، عن استعداده لبدايه مشواره في كاس العالم في مواجهه الاهلي ان شاء الله يوم السبت. سيال انا اعرف الفرقه دي كويس جدا، اعرف المدرب بتاعها، اعرف اللعيبه كلها، فانا سكاوت لو كنت اتمنى اي حد من النادي الاهلي يكلمني كنت طبعا اديله كل المعلومات. بيتابعوك على شاشه الاهلي يا كابتن زكي؟ بيتابعوك ما تقلقش. فانا شايف ان هم فرقه كويسه، ان الوقت التوقيت اللي هو يعني لو النادي الاهلي لو الكره النفس عايز هيلعب مع فرقه زي دي وعايز يحط توقيت مناسب مش هيلاقي احسن من التوقيت ده. هما في اخر ماتش لعبوهم 25/10/22 السنه اللي فاتت، وبعدين ما عملوش البلاي اوف فطلعوا بره، فبقى لهم
ثلاث شهور ما لمسوش كوره، كلهم اجازه. انت بتطلع بره خلاص ما بتمارس اي نشاط، فخدوا اجازه. اتجمعوا يوم 5/1 يعني ثلاث شهور بالظبط وشويه. اتجمعوا يوم 5/1 قعدوا اربع خمس ايام هنا في لوس انجلوس، هم من سيالو يعني في واشنطن بيجيبوهم هنا عشان الجو هناك ثلج هناك. فجم عملوا معسكر وبعد كده طلعوا على ملقا في اسبانيا على الحدود مع المغرب. وهم امبارح وصلوا طلعوا من المغرب حتى راحوا بمركب لانه على الحدود يعني جبل ما بينهم. طب خليني اسالك في جزئيه مهمه يا كابتن فتحي. يعني احنا دايما بنتكلم على انه لاول مره بيظهر فريق من الولايات المتحده الامريكيه كممثل للكونكاكاف في بطوله كاس العالم للانديه، وانه تفوق على الانديه المكسيكيه، لكن المفارقه هنا اللي مش قادرين نفهمها، الفريق اللي كان بطل الكونكاكاف ازاي يخلص او ينهي مشواره في الدوري الامريكي في المركز ال11؟ هل تراجع مستوى الفريق؟ هل في نجوم مؤثرين على الفريق رحلوا؟ التفاوت ده او التباين ده ايه سببه من وجهه نظرك؟ الدوري هنا في امريكا اي حد بيكسب اي حد، اي حد بيكسب. الفرق كلها متشابهه ومتقاربه. هم جالوا من شويه ريلاكس بعد ما خدوا البطوله، وخدوا البطوله وكان اول مره بقى اول فريق امريكا على فكره، مش اول بطوله، اول بطوله اول فرقه امريكيه وصلت الكونكاكاف ويز جالاكسي سنه 2005. البطوله اللي اتلغت اللي كان فيها الزمالك واتلغت، وانا كنت مع جالاكسي وكنا في مجموعه الزمالك. فبس هو اول مره يعني هيلعب فرقه هتلعب، فحصل دروب شويه اللعيبه شويه كده خلاص، يعني زي ما تقول الترج اللي كانوا حاطينه في اول السنه اتعمل، لان البطوله كانت اتلعبت وخلصت في مارس. فبدات لما بدا الدوري بداوا شويه كاجوال وكده الفرقه بتكسب، فهم عشان خلصوا في المركز ال11. انما فرقه كويسه، وانا اقول لك الاسماء ومميزات كل لعيب فيهم، فرقه ثقيله. يعني انا بقول لك احنا بنلعبهم في ورق، يعني احنا لو نقطه ضعفهم دلوقتي الوحيده ان ما حدش مهما كان، وكابتن فتحي طبعا الاستاذ اللي عارفين بده، مهما كان فرقه لو برشلونه ريال مدريد وفتره الاعداء ده ما لعبوش ماتش واحد، ما لعبوش كله سكرمش تقسيمات. ده اول ماتش هيلعبوه الماتش الاهلي، ماتش تقيل زي ده ما حدش هيديك اكتر من 60 دقيقه، يعني علميا هيديك مش هيديك اكتر من 60 دقيقه. فانا شايف لو احنا نقدر ننظم يعني الوقت ان احنا ننظم الفرقه، وكولر المدرب طبعا فاهم وعارف، لو احنا متعادلين في الدقيقه 60 65 متعادلين او الاهلي كسبان واحد، الاخر ثلث ساعه هيقعوا بدنيا هيقعوا، ودي فرصتنا لنا بعد التغييرات وفرصتنا لنا. فان شاء الله دي فرصه الاهلي تكسب، وانا مراهن على الاهلي باذن الله ان شاء الله ان احنا الاهلي يكسب باذن الله. النقطه دي انما كفرقه كويس، اللي عندهم حارس مرمى كويس بقى له 13 سنه في الدوري الممتاز ستيفان فراي، حارس كويس. نقطه ضعفه ان هو مش برجله مش كويس، لو اتضغط عليه برجله ممكن يقفل الكره وما بيعرفش كويس، ده نقطه ضعف بتاعته. عندك بس حارس كويس شاد ستوبر، انفرادات حارس كويس. رغم ان كبر سنه بس الرياكشن بتاعه لسه كويس جدا بالنسبه لسنه، وكان ليه دور كبير جدا في تتويجهم ببطوله الكونكاكاف. طبعا 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 طبعا. عندك الباك ليفت احنا كلنا عارفينه نوهو اللي هو بتاع الكاميرون، لعب ضدنا في كاس افريقيا ولعب كل تصفيات كاس العالم، ولد محترم جدا جدا، علاقته بيه كويسه على فكره، هو مسلم بس مسلم ما بيسيبش الصلاه ما بيشربش اي حاجه ما شاء الله. يعني ورغم ان هو سنه صغير 24 سنه حاجه، بس لعب هو صغير وبيلعب مع منتخب الكاميرون وله تاريخ كويس، بس لعيب كويس جدا من رجله الشمال زي اب اند داون وبرجله الشمال كويسه، لعيب كويس. عندك الباك رايت بتاعهم برضو أليكس رودان ده واخوه بيلعب هاف رايت الاثنين الجبهه اليمنى. طب خليني اقول اهم مصادر الخطوره في الفريق، يعني لو انت بتواجه النهارده سياتل ساوندرز وعايز توقف في الفريق ده او تشل مصادر الخطوره فيه، اهم لعيب او اثنين في سياتل ساوندرز كابتن زكي؟ في نقطه خط الوسط ليديرو نمر 10 الكابتن الفرقه نمر 10 ناحيه الشمال من برجله الشمال، ده عقل وقلب الفرقه، ده العقل وقلب الفرقه. لو احنا نضغط عليه ونصعبها عليه، مش هنقول لك تاكلينج ولان مفيش تاكلينج، انت عارف الريد كارد وكده، لا صعب عليه يعني أيوة. اضغط عليه وصعب عليه، هنصعب عليهم كلهم لان ده عقل الفرقه، ياخدوا حمل ده عقل بتاع الفرقه. ليديرو اللي هو من اوروجواي، لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا. وبعدين الكور مش عايزين نعمل فولات بره ال 18 ايوه كتير، عشان هو كويس جدا فيها، هو تمام. كويس جدا فيها من فوق الحيطه، ضربات ثابته كورس الضربات الثابته، وخاصه الفولات اللي بره 18 دي هو كويس فيها، بيجيب جول بيها كتير. عندك ريو دياز ده نمره 9 الفورورد، لا مش كبير
ده مش كبير بس ذكي جدا، لعيب ذكي جدا ولعيب هداف. هداف صحيح. هداف بالفتره ده من نص فرصه. نصيحتي للشناوي، هو بينزل ساعات لما بينزل تحت نص الملعب لو استلمها في نص الملعب او الثلث الاخراني يخلي باله انه ده بيشوف الجون وهو بره وكويس فيها جدا، جامد ياما جاب اجوان. فتخلي باله الشناوي ما يتقدمش قوي، وما بينزل كره ما يخلي باله منه، ممكن يشيلها من فوق. هو بيفاجئ حراس المرمى كده، ولاعيب كويس جدا في الحته دي. حركاته جوه 18 بيجي من ورا ظهر الكابتن ماهر، عارف طبعا من ورا ظهر الديفنس يبقى الكره، بيعرف ازاي يتحرك يقطع قدام الفورورد ومن وراه، ازاي بيعرف يتحرك في الكره اللي هي العرضيه دي، وبيخلص فيها رغم انه ما هوش كبير وما هوش سريع. طيب كابتن زكي، جوردن موريس برضه لعيب امريكي في منتخب امريكا. ده هورت برضه هاني، خلي باله منه، ده صحته كويسه وكده. احنا بس قاعدين نمشي 60 دقيقه الاولانيين كده لحد ما ربنا سهل ويهدهم، وبعد كده نفوق ان شاء الله. نفوق ان شاء الله باذن الله. وقبل 60 دقيقه ان شاء الله يا كابتن زكي. باذن الله. ان شاء الله. طيب انا في جزئيه عايز استفيد بوجودك معانا النهارده ونسالك على فكره، ان فريق سياتل يمكن اخر مباراه رسميه كانت في نهايه شهر اكتوبر، من نهايه اكتوبر لاول فبراير، هل في صفقات انضمت للفريق بحيث ان التشكيله اللي كانت بتلعب في الفتره السابقه وانهت الدوري بترتيب متاخر ممكن ما تكونش هي التشكيله خالص اللي هتبدا مباراه الاهلي يوم السبت؟ في ما انا سؤال كويس جدا، في يوم جالهم الاثنين من البرازيل، وكان واحد كان بيلعب في نيويورك في نيويورك سيتي، وانضم لهم فورورد برازيلي لعيب كويس، وجالهم ثاني فورورد كويس لعيب ثاني. بس انا النقطه بتاعتي ان لسه ما اندمجوش مع الفرقه، ما اتمرنوش اسبوعين مع بعض، هيبقى صعب يبتدي بيهم، هو يبتدي باللي هو عارفه، فاهم قصدي؟ اللي هم لعبوا معاه بقاله 3 4 سنين، ممكن يحطوا شوط ثاني، بس نبتدي بيهم لا، لان لسه جايين على فرقه ما لسه ما عرفهاش وما اتمرنوش بقالهم، بقول لك بقالهم اسبوعين ثلاثه، فمش هيبتدي بيهم يعني. فانا شايف ده. وفي نقطه كمان خلي بالنا، في اخر ثلث ساعه هينزل لعيب، انا بجيب اثار بقى المدرب الثاني، معلش انا لازم حته المصر بقى خدتني فيها، هو قال سر بس انا طبعا انا سمعته رغم ان هو هيزعل مني، بس انا مش مشكله نكسب ويزعل يزعل. احنا بتاع هينزل لعيب برازيلي هو بيبتدي معاهم جوال بابلو، ده في النمره 6، ده لعيب تقيل قوي، لعيب معلم بيمسكها وبيتصرف، لعيب معلم هينزل اخر ثلث ساعه لانه جاي من البرازيل من اجازه، ما هوش فنيا ما فيش بدنيا، مفيش بدنيا، فهو الفتنس والبتوع التحليل البدني بتاعهم قالوا ده ممكن يلعب ثلث ساعه 25 دقيقه. فنخلي بالنا لما ينزل اللعيب ده ان نفس اللي هيحصل مع ليديرو لازم، لانه ده برده مفتاح كبير، فنخلي بالنا منه ده. طيب انا شايف يعني برده يعني الاثنين دول هيقوم بيهم ان شاء الله حمدي فتحي واليو ديانج، ان شاء الله باذن الله يوقفوهم خالص ان شاء الله. والسولية لي اتمنى يعني ان شاء الله يبقى عندهم يوم كويس ويوم يقدروا يصعبوه عليهم ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن زكي. طبعا كابتن زكي عبد الفتاح بنسعد بيك دايما على شاشه الاهلي، شكرا جزيلا، وبالتاكيد ان شاء الله يعني نتواصل نحتفل باذن الله ان شاء الله بفوز الاهلي على سياتل ساوندرز. ارجع مره ثانيه، يمكن كابتن زكي كشف لنا كتير من اوراق الفريق كابتن فتحي وكابتن ماهر. خليني بدايه اسمع منكم يعني رؤيتكم قبل ما نروح لسياتل، ازاي شفتوا الجيم اللي لعبه مستر مارسيل كولر في افتتاح المشوار في كاس العالم قدام اوكلاند سيتي، واهم المكاسب بعيدا عن نتيجه المباراه وثلاث اهداف يعني من وجهه نظرك كابتن فتحي اللي خرجنا بيها؟ هو شكل الفرقه هي دي فرقه النادي الاهلي، ان هو بدا دلوقتي يلعب كوره، بدا يبقى في استحواذ مع هجوم، مش استحواذ لبس، ايوه استحواذ ايجابي. الاستحواذ الايجابي ان انا كره معايا واوصل للجول على المرمى على اساس ان انا هسجل، وفعلا سجل. اذا النادي الاهلي ظهر على حقيقته في الفتره اللي هو لعبها، رغم ان احنا نهايه الشوط الاول بعد ما جه الجول بدات تاني اللعيبه تهتز وتهدى وتستقر وتفهم ان الامور، لان في لعيبه اول مره تلعب كاس عالم وفي لعيبه لعبت، فالشده الموجوده دي مش موجوده بعد كده. اللي انا شايفه برضو حتى هم نفس الفرقه، وعلى كلام زكي بالنسبه لهذه المباراه، وان هم هيقدروا في الشوط الاول
يقاوموك لان عندهم جزء انا وعندهم يعني لياقه وحلاوه الروح بتبقى في الاول. فاحنا نكون لازم نكون ثابتين نمتص هجومهم وهم هيحاولوا بقدر الامكان يكونوا ضاغطيننا في الشوط الاول لان عارفين الشوط الثاني مش هيقف يعني مش هيقدروا يجروا فهيقفوا. فشويه الطاقه اللي عندهم هيستنفذوها. احنا نحاول بقى نكون في اتزان مع فرقتنا دفاعي وهجومي، في اتزان مع فرقتنا في كيفيه استخلاص الكره من الخصم والحفاظ على الكره بحيث ان انا ما استنفذش طاقتي واضمن ان الشوط الثاني هو هيكون شوط فاصل بالنسبه للاهلي باذن الله. طيب كابتن ماهر، فرق شاسع ما بين فريق لعب من 48 ساعه مباراه وبيلعب مباريات دوري حوالي 15 مباراه في الدوري ولعب مباراتين في افريقيا، وفريق جاي اجازه من 25 مباراه في السوبر كمان ومباراه في السوبر. لا ما اقدرش انسى السوبر والكاس ومباراه في الكاس ومباراه في الكاس. يعني ضغط ماتشات كتير ما من كتر الماتشات والله والانتصارات والدربيات. وفريق ما لعبش من 25 اكتوبر. هل تبدا وتوزع الجهد على مدار المباراه ولا تخلي الفريق اللي قدامك يستنفذ بدري بدري عشان تقدر تديله هدف او تكسبه بهدف قاتل يخليه يندفع زي ما حصل في مباراه اوكلاند سيتي الشوط الثاني؟ اوكلاند اندفع وبقى فيه مساحات. فانت قريب من اي وجهه نظر ما بين الناحيه البدنيه فريق مريح بقاله فتره كبيره وفريق مضغوط حتى اخر مباراه لعبها قبلها ب 48 ساعه؟ بص يا محمد، زي ما انت قلت الثقه اللي احنا دخلنا بيها البطوله 15 مباراه يعني الحمد لله مكاسب في ال 15 مباراه مباراتين فيهم تعادل. الحاجه الثانيه كمان ثبات التشكيل، الراجل بدا يوصل ليه في الثلاث خطوط فرقت بشكل كبير، التغييرات اللي بيعملها في الشوط الثاني، استراتيجيه الراجل زي ما شفنا كلنا قلنا ان الراجل بيلعب بطريقه 4-2-3-1، فوجئنا ان احنا بدانا بطريقه 4-3-3. بعد ما شاف بعض اللعيبه قادر بدات تعمل له الدور الدفاعي والدور الهجومي زي حمدي فتحي واليو ديانجو السولية، فالنهارده غير وجهه نظره بالظبط. فبرضك من ضمن الاستراتيجيه اللي الراجل فكر فيها، يعني حمدي فتحي يمكن في مباراه الزمالك بالذات فاجئنا من بوكس للبوكس، يعني حاجه جميله بقى المهاجم الثاني اللي صحيح. تحت راس الحربه هو الثلاث اجوال بتوع ماتش الزمالك صراحة. ليه بصمه فيه يعتبر مفتاح لعب بشكل كبير. يعني حمدي فتحي حصل تطوير بشكل، ودي ميزه الراجل الهيد كوتش او رؤيه الراجل مستر كولر، ان هو زي نرجع زي كريم لما شاف ان كريم ممكن يبقى جناح بالنسبه له، جناح خطير عنده امكانيات كريم فؤاد ربنا يشفيه طبعا ويرجعه بالسلامه، افتقدناه واكرم بصراحه. من ضمن الحاجات اللي بتحسب للراجل برضك نفس الكلام بالنسبه لحمدي فتحي، تغيير استراتيجيه وتغيير اللعب كمان من الطريقه اختياره للعيبه المناسبه للطريقه اللي بيلعب بيها 4-3-3، ثبات التشكيل بيدي لك زي ما كابتن فتحي قال بيدي لك استحواذ، بيدي لك الجانب البدني، بيدي لك الجانب الفني، الجمل التكتيكيه يمكن من ضمن الحاجات يمكن لتكمل بقى في اداء الجميل اللي احنا شفناه في اوكلاند حته الحاجات الثابته الكور الثابته. كابتن فتحي قبل الهوا بس ماتش سياتل اصعب من اوكلاند كابتن مير، يعني تهيألي حتى لو الفرقه مريحه من اكتوبر زي ما محمد بيقول وزي ما كابتن زكي كان بيتكلم. احنا بنتكلم على بطل كونكاكاف غير بطل اوخيانوسيا، بنتكلم على فريق قيمته التسويقيه وعدد المحترفين فيه كبير جدا، وبالتالي سيناريو المباراه اكيد مستر كولر بيفكر فيه بشكل مختلف عن مواجهه اوكلاند. اكيد بيفرق برضك يا احمد، خصوصا انك انت فرقه واخده اجازه شهرين ثلاثه راحه سلبيه يعني كتير قوي في لغه كره القدم. واصلين المغرب انا شايف متاخر كمان صراحه كتير لسه واصلين النهارده وبعدين يعني ما خدوش فتره الاعداد بتاعتهم ما خدوش الوقت الكافي من اللياقه البدنيه من جانب البدني من جانب المهاري من جانب التكتيكي. المباراه التجريبيه كمان ليها دور كبير جدا، لما يلعب مباريتين ثلاثة بتدخله في الأجواء بشكل كبير، هو ما لعبش ولا مباراة أكيد هتفرق معاه بشكل كبير. بمناسبة المباراة الودية ويمكن عايز أخد فيها رأي كابتن فتحي نصير، أنا جات لي معلومة إن الفريق سياتل في إحدى المباريات الودية قسم الفريق لثلاث مجموعات، لعب ثلاث مباريات ودية في نفس اليوم بس كل مجموعة لعبت عكس المجموعة الثانية عكس المجموعة الثالثة. لعب في نفس اليوم ثلاث مباريات وديه بس قسم الفريق لثلاث فرق، يعني 33 لاعب يعني 11 و11 و11 مباراه وديه يا كابتن فتحي ولا قسم المباراه ثلاث اشواط؟ يبقى قسم المباراه ثلاث اشواط ثلاث اشواط مش ثلاث مباريات ثلاث اشواط
كل شوط بيلعب مجموعه كل بتشكيل غير التشكيل اللي بتشكيل وبطريقه ثانيه ممكن بالظبط. انا ما اعرفش بقى الطريقه بس انا جت لي معلومه كده عاده لا بيلعبوا هم بيلعبوا بكذا طريقه. احنا كان معانا ياسر ومحمود قبل يعني محللين فنيين جابوا لنا الطريقه اللي بيلعبوا متعودين بيلعبوا بطريقتين 4-2-3-1 و4-3-3 هي بمناسبه 4-3 زينا يعني احنا برضه مثل 4-3 ما هم زينا العالم كله تقريبا يعني مش هخرج على النص احنا في كاس العالم مش ده كاس العالم فرنسا مظبوط كاس العالم احنا كاس العالم بتاع الدوحه قطر 15 فريق من ال 32 لعبوا 4-3-3 الفاينل نفسه الاربع فرق اللي وصلوا قبل النهائي قبل النهائي ثلاثة منهم بيلعبوا 4-3-3 ما عدا الأرجنتين، الأرجنتين ما بتلعبش 4-3-3 بتلعب 4-4-2 أما فرنسا بتلعب 4-3-3 المغرب 4-3-3 وبعدين كرواتيا بتلعب 4-3-3 ف 4-3-3 عالميا دلوقتي فهم الفرقة دي إذا كانت بتلعب كده فأكيد إنها بتلعب كده. هو بيقسمهم ليه بقى؟ أيوة بيقسم لأن ما عندوش الفرقة اللعيبة مش تقدرش تستكمل 90 دقيقة فهو مش عايز يستنفذ الطاقة بتاعتهم وعايز يلعب مباراة كاملة وعنده لعيبة انه يقدر يجرب في كل مرة طريقة لعب انه بيلعب 3 أشواط الشوط ده هنلعبه ازاي ضغطين وبنلعب من ناحية هجومية وبنلعب بإيه وبنلعب 4-3-3 طيب الشوط الثاني هنلعبه ازاي الشوط الثالث هنلعبه ازاي على أساس كمان لو لعيبة استمروا في الثلاث أشواط يفهمهم إن الشوط الثالث هيبقى الاستحواذ ونرجع وعشان إحنا نفسنا مش هنقدر نكمل وكده فعشان كده هو قسمها ثلاث أشواط بيبقى جزء من برامج الإعداد يعني جزء دي معروفة ومعروفة إن ممكن تعملها في بداية فترة الإعداد وممكن تعملها في نص فترة الإعداد ممكن تعملها الطريقة دي تعملها في الفترة الأخيرة من المباريات عشان ما تجهدش لعيبتك كمان يعني يلعبوا نص ساعة ويخرجوا مش شرط تلعب الشوط نص ساعة يعني صحيح. تلعب ثلاث أشواط نص 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 ممكن تلعب 40 دقيقة تكمل عشان الجمهور وعشان حضراتكم يمكن يعني في الفرص اللي احنا يعني كان ليا شرف مقابلتكم كنا بنتكلم دايما على مشكلة اللمسة الأخيرة وكنا بنتكلم على مشكلة خط الهجوم والجمهور كان عايز قصة المهاجم وما زلنا أنا عارف طبعا معظم الناس عايزة مهاجم لغاية النهاردة حتى بعد يعني ما لكن خلينا نقول برضو أنه يعني لازم ما بقى فيه شيء إيجابي نسلط الضوء عليه. أنا شايف أنه الأهلي الحقيقة في الفترة الأخيرة آخر 3-4 ماتشات بداية من ماتش سموحة في الكاس مرورا بماتش الزمالك في الدوري ووصولا لمباراة أوكلاند سيتي الفعاليه الهجوميه اتطورت. خلينا نقول انه الاهلي في الثلاث ماتشات سواء في قبل نهائي كاس مصر او في مباراه الديربي مع الزمالك او في مباراه اوكلاند كاس عالم الثلاث ماتشات دول الاهلي مسجل فيهم 9 اهداف. فهل ده برضو نتيجه لانه الراجل اشتغل او ابتدى ياخد القماشه اللي معاه وايه زي ما بنتكلم انه طور كريم وطور حمدي وطور هاني هل الراجل اتعامل مع الجزئيه دي يا كابتن فتحي بشكل جيد ووصل فيها لنتيجه تقييمك للناحيه الهجوميه في النادي الاهلي؟ معنى ان انا سجل اهداف يعني بدات اللعيبه تطبق افكار المدرب أيوة. المدرب بس من زي ما قلت في الاول مش استحواذ ان انا يبقى معايا الكوره ايوه المباراه بتتلعب بكره واحده ما بتتلعبش بكورتين فطالما انا معايا الكوره الفرقه الثانيه مبدئيا مش هنجيب فيها جوال مظبوط يعني هنلعب كوره بنلعب كوره معانا طيب الكوره اللي معانا بنلعب بيها ايه بنحاول ان احنا نوصل جول وبنحاول بعد كده ان احنا نسجل الفترة الأولانية كانت اللعيبة لسه قدام الجول بعاد مش بعاد بإيه التركيز تركيز اللمسة تركيز التسديد تركيز التحرك الكثافة العددية الهجومية كل ده ما كانش موجود لما بدأت اللعيبة تفهم الراجل بيقول إيه ويفهمي بيقول إيه وصلوا دلوقتي إنهم بيوصلوا الجول وبيضيعوا وبيجيبوا يعني نسبة برضو عندنا نسبة تضييع أهداف كتيرة رغم عشان كده جبنا 3 ما هو 3 دي يعني أنت مضيع قصادهم كمان على الأقل 9 من 3 فلازم 9 دي تقل تبقى أقل والتلاتة أو تزيد أو التسعة تثبت والتلاتة تزيد ما هو هناخدهم من التسعة ما هو لازم ناخد من التسعة نقلل الفرص اللي بتضيع دي ونخليها أهداف يبقى الفرص
مش عايز اضيع فرص، انا عايز اجيب اهداف، يبقى اخد من هنا احط هنا، لان طاقتي كده في المباراه ان انا اوصل تحديدا في نفس النقطه. كابتن ماهر، شريف وكهربا الاثنين كانوا عندهم مشكلتين. كهربا كان مشكلته انه بعيد بقاله فتره طويله جدا، ومره واحده من الدار للنار زي ما بيقولوا، هو دخل على ماتشات تقيله. وشريف اللي كان بقاله فتره عليه ضغط نفسي وعصبي وعدم توفيق، وبيرجع مره ثانيه. ازاي الحاله دي في وقت قليل كده يعني؟ ما هي دي ميزه الراجل، شايفينه بالورقه والقلم يعني. ملاحظات في الثلث الهجومي بالذات زي ما كابتن فتحي قال، ضياع الاهداف، الراجل بيسجل، الاهداف دي ضاعت من العمق ولا ضاعت من الاطراف ولا ضاعت واحد ضد واحد ولا مهاره ضرب كره بالراس ولا التصويب من خارج ال 18، الحاجات دي كلها الراجل بيكتبها ويبدا يا احمد يا محمد يشتغل عليها. ايوه بلغه التدريب بقى احنا بنسميها الحاجات الخاصه. بيجيب مهاجم مهاجم، شريف مثلا بيضيع من العمق في الانفراد، بيبدا يشتغل عليه. بتسيتاو لما بيروح بيوصل للجول وهو بينفرد بتبص تتلخبط، رجليه بتخبط في بعض. فالحاجات دي كلها الملاحظات دي راجل ذكي. بيبدا يحطها يدونها عنده، ده الورق اللي بيفضل يكتب فيها بالظبط الناس بتوعكم، من ضمن الحاجات الملاحظات اللي بيكتبها يعني. وخصوصا في التلت الاخير، لكن التلت اللي قدامه التلت الاولاني مشاكله تحت ضغط تشتيت، مفيش ضغط بدايه الهجمه، النص الملعب مشاكله قليله، متحتفظش بكره كتير، تبني الهجمه طوليه عرضيه، لكن التلت الهجومي هو ده كره القدم، هو ده التلت الاخطر والتلت ده اللي هنجيب اصعب اللي هنجيب منه جوال. صحيح كابتن فتحي اتكلم على 9 فرص جبنا منهم 3 كويس جدا، دي نتيجه ايجابيه يا احمد محمد، خد بالك انك انت 9 فرص ان انا اصنع 9 مبدئيا طبعا نجيب منهم 3 فدي حاجه كويسه. الحاجه الثانيه الاعداد الذهني، جبنا منهم 5 يبقى احسن واحسن طبعا. الاعداد الذهني كمان اللي الراجل بيعمله، الجلسات اللي بينه وبين اللعيب، ودي حاجه كمان برضك ادت ثقه لشريف ودي ثقه لبيتسيتاو، واحنا حاسينها حتى في الملعب. دي برضك من ضمن الحاجات اللي بتساعد اللعيب، الاعداد الذهني، انك انت بتقعد معاه جلسات تبدا تكلمه، انت لعيب كويس وانت هداف وعندك ثقه وخلال الشغل بدات تبان ملامحك وهكذا. والفيرب بالذات يا محمد يا احمد لما بيجيب جول خلاص بتفتح نفسه، يبدا بقى ثقته كمان في نفسه، يقول لك المكنه هتجيب قماش بقى. فيبدا بقى ان شاء الله باذن الله أكيد. الفتره الجايه دي يحصل تهديد بهذا الشكل يعني. طيب بما ان الاشقاء في المغرب متابعينا واحنا دايما سعداء دايما بوجودهم ومتابعتنا دايما على مدار الساعه في قناه النادي الاهلي، محضر لهم مفاجأة. أكيد الوداد عنده مباراة مهمة جدا مع الهلال، ودي خطوة قبل مواجهة فلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية. ناس كتيرة ما تعرفش يمكن فريق فلامينجو بيستعد إزاي للبطولة، هو بطل فريق أو بطل قارة أمريكا الجنوبية. يمكن في لقاء مهم جدا معانا، وده انفراد مهم جدا لقناة النادي الأهلي، لقاء مع برونو سبيندل مدير الكرة في نادي فلامينجو البرازيل، وده هدية أكيد لكل الأشقاء في المغرب عشان يشوفوا فلامينجو المنافس اللي ممكن يواجه الوداد عقب مواجهة الهلال السعودي. Bom, primeiramente agradecer o convite, é um prazer estar na OAL TV. حسنا، اولا وقبل كل شيء شكرا لك على الدعوه، انه لمن دواعي سروري ان اكون على شاشه تلفزيون النادي الاهلي مع المشاهدين المصريين وان امثل فلامينجو والامه ذات اللون الاحمر والاسود. حسنا، من العام الماضي يقوم الفريق بالاستعداد منذ فتره ما قبل الموسم، لعبنا بعض المباريات الرسميه وهي ايضا عمل المرحله الحاليه والذي نقوم به لكي نكون مستعدين دائما في كل مرحله. الجميع في فريق فلامينجو واثقون ومستعدون. إنها منافسة صعبة، جميع الفرق المشاركة في كأس العالم تشارك عن استحقاق، أما فلامينجو فسيقاتل بقوة ليخرج منتصرا، هذه هي المنافسة. انظر، لقد كان فلامينجو قويا للغاية في السنوات الأخيرة، إنها كأس العالم الثانية خلال 4 سنوات التي يشارك فيها فلامينجو. كانت هناك كأس العالم في عام 2019، ثم نعود الآن في عام 2023. بالطبع نعود إلى كأس العالم بعد 4 سنوات، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض التغييرات، هناك بعض اللاعبين الذين بقوا في القائمة أو حتى جيرسون فقد عاد، أليس كذلك؟ لقد كان في 19 من عمره عندما غادر والآن عاد، لذلك هناك لاعبون مستمرون مع الفريق وآخرون غادروا بالفعل. لكن النقطة الأساسية كما قلت سابقا هي أن فلامينجو في هذه السنوات يلعب ويفوز بألقاب عظيمة، وبالتالي نأمل تحقيق الانتصارات في هذه النسخة من بطولة العالم أثناء عودتنا للمشاركة بعد 4 سنوات.
نحن على يقين من أن الفريق جاهز ونأمل أن يحقق نجاحا أكثر مما كان عليه في نسخة عام 2019. إن التتويج بالبطولة كما تعلمون إنه أمر صعب للغاية، مرهق للغاية، لكن هذا التتويج هو هدفنا. طموح فلامينغو هو هذه المشاركة المحددة في كأس العالم 2023 والتي هي هنا. تتمثل مهمة فلامينغو بشكل عام في المشاركة دائما في جميع المسابقات، وأن تكون بطلا لا يمكن أن يكون الأمر مختلفا. من يعمل هو من يلعب هو المشجع، هم جزء من الحمض النووي لفلامينغو. الطموح للفوز دائما، أن تكون بطلا بغض النظر عن مسمى البطولة، هذا هو الطموح الذي لدينا هنا في مونديال الأندية. ونحن أيضا نحترم دائما جميع الخصوم الذين هم أكثر راحة وطموحا وثقة. كل شخص هنا في النادي يفعل ذلك. إنهم أبطال يواجهون بعضهم البعض، إنها المباراة الأولية في البطولة، مرحلة قبل بدء فلامينغو البطولة. إذن هل لديك لهذه المباراة أي أفضلية؟ سوف تقوم بالبحث عنها في المباراة للتحليل. انظر، أنا لا أفعل هذا، لا أحب أن أشير إلى أي أفضلية مرة أخرى لطرف على آخر. إنه تكرار لما قلته بالفعل هنا في المقابلة بأكملها. كل الفرق المشاركة في كأس العالم قوية جدا، وليس هناك فريق له أفضلية. إنهم أبطال في قاراتهم وهم في كأس العالم، وصلوا بجدارة إلى كأس العالم. لقد أظهروا بالفعل أن الجميع متواجدون عن استحقاق، ويمكن لأي فريق الفوز، نظرا لأنه كان يوجد مفاجآت في كأس العالم للمنتخبات الذي رأيناه مؤخرا هناك بين المنتخبات التي شاركت. هذا الاحتمال متواجد في هذه النسخة أيضا، خاصة أن البطولة تعتمد على منافسة خروج المغلوب، أليس كذلك؟ إنها مباريات حاسمة، والحظ بها يلعب دورا في اتخاذ القرار لحسم النتيجة النهائية. المباريات تكون 90 دقيقة، فقد يكون هناك وقت إضافي، ركلات جزاء، لكنها حاسمة. يتم تحديد كل شيء بسرعة كبيرة بالتفصيل، وهذا هو السبب في أنه أكثر من أي وقت مضى. في النهاية يمكن لأي فريق أن يتوج بها، ولكن مرة أخرى كل من هناك هو هناك على أساس الجدارة، فهم أبطال قاراتهم، وهذا هو السبب في أنها منافسة صعبة وصعبة للغاية. والطريق للوصول إلى تلك المنافسة لا يقل صعوبة عن صعوبة المنافسة نفسها، فإن كل من هو موجود هناك قد تواجد عن جدارة ولديه كل الفرص ليكون بطلا. quanto à própria competição. Então, todo mundo que está ali por mérito e tem toda a chance de ser campeão. لكن ممكن يبقى مضر. طيب، زي ما شفتوا بالتاكيد اللقاء مع مدير الكره في فريق فلامينغو برونو سبانديل، وبالتاكيد لقاء مهم جدا، وكمان ممكن لعل وعسى يمكن هنشوف لسه مباراه الوداد والهلال، ممكن الهلال كمان يكون بيستفيد من تصريحات فريق فلامينغو، لان طبعا احنا عندنا بالنسبه لنا الامر فيه حيره بصراحه يا احمد. يعني الوداد والهلال، عارف انت فكره ان المنظم بالتاكيد للحدث عايز النجاح للبطوله، وفي نفس الوقت برضه زعيم اسيا الهلال نتمنى له برضه التوفيق. يعني الاثنين اشقاء طبعا. نتمنى يقدموا لنا يعني مباراه حلوه. خليني بس طبعا بمناسبه برونو سباندل، خليني اشكر طبعا زميلنا احمد عبد الناصر اللي ترجم اللقاء، وخليني ارجع لكلام محمد. هتكون مباراه كره بدايه بصرف النظر عن مين يتاهل منهم، هلال او وداد. كل جماهير الكره، الناس اللي عايز تتفرج على ماتشات كره حلوه، تتمنى طبعا تشوفها، وفي النهايه نتمنى التوفيق للافضل، ونتمنى واحد منهم يوصل ان شاء الله باذن الله، وهو ممكن يكون منافس محتمل، ما حدش عارف. ممكن يعني لو الاهلي ان شاء الله تاهل ممكن نقابلهم في ماتشات جايه من البطوله. خليني اقول لكم انه الجيم اللي جاي في بعض التفاصيل يختلف شويه عن مباراه اوكلاند سيتي، وخلينا نسمع راي كابتن ماهر وكابتن فتحي. كابتن ماهر، يمكن اوكلاند سيتي فريق تخاف منه من ناحيه القوه والسرعه واللياقه البدنيه، لكن حته الفنيات والمهارات مش عالي، ما تخوفكش قوي وما تقلقكش قوي مع فريق زي اوكلاند سيتي. العكس تماما مع فريق فيه عدد كبير كابتن فتحي من اللعيبه المهره، لعيبه جايه اغلبها من امريكا اللاتينيه. الدوري الامريكي والكوره في امريكا اتطورت بشكل كبير جدا، وشفنا منتخب امريكا في بطوله كاس العالم الحقيقه كان منتخب بيقدم كره محترمه جدا. فريق زي ده هتفكر تقابله ازاي وتواجهه ازاي، وخصوصا التعامل مع اللاعبين الخطرين اللي موجودين في الفريق؟ وطبعا حضرتك مدافع كبير، تقدر تقول ازاي بالنسبه اعتقد متولي مثلا ومنعم لو لعبوا جيم زي ده، ايه النصايح اللي ممكن توجهها له؟ بص يا احمد، طبعا هو رقم واحد احتراما للفريق، ودي الحمد لله رب العالمين موجوده عندنا كنادي اهلي. أيوة. احنا بنحترم الخصم بشكل كبير جدا، خصوصا مع مستر كولر. الحاجه الثانيه الاعداد الذهني، الراجل بيتفرج على المباريات دي بصراحه، وهو فريق المحللين اللي معاه المحلل الموجودين معاه والمعاونين، وبيبداوا
يتفرجوا بقى على كل الحاجات اللي فيها النقط الضعيفة اللي موجودة في التيم، الحاجات اللي فيها إيجابية زي ما زكي ذكر بعض اللعيبة المميزة. ممكن يكون الجانب البدني عنده مش عالي دلوقتي، مش عالي، لكن لعيب مؤثر. أنا شفت لعيبة عندهم الحقيقة، راؤول روي دياز اللي هو رأس الحربة بتاعهم ده لعيب فتاك يعني. يعني هنا كامبوس ومتولي محتاجين نصايح من كابتن فتحي وكابتن وايه الاسهل بالنسبه للمدافع كمان كابتن ماهر، انت ممكن تقول لنا التعامل مع لعيب قوي والبنيه وبتاع التحامات والعاب هوا، ولا التعامل مع لاعب مهاري وسريع؟ ايه الاسهل بالكره الحديثه؟ انا لازم امنع من قدام. يعني اول خط دفاعي، كل الناس تقول لك الخط اللي ورا، لا، الخط الامامي هو رقم واحد في الحاله الدفاعيه. خط الهجوم طبعا وبعدين يليه نص الملعب ثم المدافعين اللي موجودين. احنا الحمد لله الاربعه المدافعين اللي موجودين عندنا ورا، اذا كان محمد هاني، متولي، عبد المنعم، معلول، اولا مدافعين عندهم تمركز بشكل جيد، عندهم رؤيه ويقظه، عندهم مهاره، عندهم ميلان والتغطيه. لو كره عند هاني تلاقي الخط بيترحل بشكل ايجابي، لو عايزين يضربوا التسلل بيطلعوا بينيدا الاربعه مع بعض. لما الجنب بيضغط بيبقى الجنب بيضغط بلاعب، ولاعب نص ملعب بيساعد، ولاعب من قدام اذا كان الاثنين اللي في قلب الدفاع واحد بينط الثاني بيغطي وراه والباكين بينضموا. يعني في حاجات موجوده الحمد لله، الراجل بدا يشتغل مع مدافع النادي الاهلي. تحس ان في يقظه بشكل كبير طول ما انت ما يجيش فيك جول يا احمد يا محمد، طول ما انت ان شاء الله تقدر تجيب جول في اي وقت. طيب كابتن فتحي، كلمه اخيره بقى تقولها قبل ان شاء الله هذه المباراه ب 24 ساعه، واحنا خلاص داخلين كده في الليله الاخيره، ليله المباراه باذن الله قبل مباراه يوم السبت. انا بقول ان شاء الله ربنا هيوفقنا باذن الله ويوفق لعبتنا، لانهم تعبوا وادوا ووصلوا. ودايما عايز برضو اقول حاجه، الحق حق ان يتبع. يعني معنى ايه؟ ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى هو الحق، جاب لنا هذه البطوله وهي ما حدش في العالم يتخيل هذا السيناريو. ان النادي ما فيش حد يعمل السيناريو ده، ما حدش يجرؤ انه يفكر انه يقول هذا الكلام. لكن يعني التغيير، البطوله تروح المغرب، المغرب هي اللي تستضيف، فيضطر النادي الاهلي يجي. طالما جابك هنا يبقى ان شاء الله الفرقه دي التوفيق هيودينا. ممكن يبقى شعور الذنب يا كابتن فتحي؟ لا مش لا لا هتبقى هي عضله السماء. المهم احنا وصلنا، احنا وصلنا فربنا سبحانه وتعالى، واحنا متمسكين بالله سبحانه وتعالى وكلنا مؤمنين دينا في حته بعيده في هذه البطوله ان شاء الله. وبدايتها مش الماتش اللي فات، الماتش بتاع بكره، لان البطوله دي ما هي الا كل مباراه لا حسبتها ولا قوة. انا اللي مستنيه بس انه نفس المستوى من التركيز ونفس المستوى من الاصرار، نفس المستوى من الجديه، ومش مطلوب من لعبتنا اكتر من كده. والنتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هنكون بنتكلم يوم الثلاث بالليل ان شاء الله باذن الله على ماتش الاهلي والريال باذن الله. بس نعدي ماتش يوم السبت ان شاء الله. نورتونا وشرفتونا في الاهلي في المونديال كابتن ماهر همام، كابتن فتحي نصير، شرفتوا الدنيا وشكرا جزيلا. ونختم حلقتنا مبروك مره ثانيه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. بالتاكيد النهارده كنا معاكم على مدار ساعتين في تغطيه خاصه للمونديالتو، كواليس الاهلي بالتاكيد في المونديال في المغرب، وتحديدا من طنجه عروس الشمال في المملكه المغربيه. باذن الله التغطيه مستمره، وبكره ان شاء الله كمان عندنا حلقه جديده من الاهلي في المونديال. سعدت بالتاكيد ان يكون النهارده او انا اكون ضيف كمان اكيد مع الزميل العزيز احمد سمير، وبسعد دايما بتواجد معاك جدا. ودايما ان شاء الله باذن الله هنتابع مع حضراتكم، وانا ومحمد بكره ان شاء الله هنكون برضه موجودين معاكم في الاهلي في المونديال. اللمسات والرتوش الاخيره ما قبل مواجهه سياتل ساوندرز ب 24 ساعه هتكون موجوده معاكم على شاشه الاهلي. نشكركم شكرا جزيلا على المتابعه، ونتقابل دايما على كل خير.